نزوح التلاميذ من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية ظاهرة ليست جديدة في الأعوام الأخيرة، لكن ظاهرة نزوح المعلمات والمعلمين من الصفوف إلى المنازل هرباً من أعباء العمل الذي بات يتطلب مالاً وجهداً خياليين فرضت معايير جديدة على المدارس. مثل كل المدارس الأخرى، الموضوع منه مرتبط بالمدارس الرسمية، لأنه لعله التجربة تبعت المدارس الرسمية بالسنوات الأخيرة بالسنتين الأخيرتين وقت أزمة الكورونا ما كانت كتير مشجعة للأهل. فواضح ومعروف الشعب اللبناني، يعني الأهل مستعدين يعني ينفقوا كل ما يملكون من أجل تعليم أبنائهم، ف يعني موضوع التعليم حساس عند الأهل. فمشان هيك عملية النزوح للصراحة عم بتكون متمحورة حول المسافة ما بين المنزل والمدرسة اللي هن بدهم يقصدوها. فالنزوح عم يكون بالاتجاهين، مثل ما أنه في عنا طلاب من أطراف طرابلس أو ضواحي طرابلس أو المناطق اللي هي حول طرابلس عم يتركوا المدرسة إلى مدارس أقرب إلى منازلهم، كمان في عنا نحن أولياء أمور يتجهون من المناطق المحيطة بطرابلس بالدائرة الأضيق، يعني من ضمن أبو سمرة وحول أبو سمرة، عم يتجهوا على مدرسة الإمام مشان أجل البعد المكاني. فهيدا بالنسبة لنزوح الطلاب. بالنسبة للمعلمين، مثل كمان هي ظاهرة موجودة في كل لبنان، الأجور كلها انخفضت بشكل بالمقارنة مع الدولار، فبكل القطاعات هيدا الأمر صار موجود. طبعا المعلمين قطاع التعليم يعني منو من السهل أنه المعلم أن يجد له فرصة حتى وإن كانت الإمكانات عالية لدى المعلم، ولكن من يجدون إمكانات نعم عم يحاولوا، ولكن أغلبية عم تكون خارج لبنان، لأنه بداخل لبنان ما بيكون عملوا شيء، يعني انتقلوا من مؤسسة لمؤسسة. نحن من المؤسسات اللي بتعطي الرواتب القانونية، وبالتالي لما حينتقل على مؤسسة تانية أيضا تعطي الرواتب القانونية مع احتساب سنوات الخبرة تبعته ما حيكون عنده هالفارغ بشيء أبدا. فهو النزوح عم يكون إلى خارج لبنان، نعم عم يكون في فرص كبيرة للمعلمين، ولا سيما إذا كان عندهم كفاءات كبيرة، وهذا للأسف عم يكون خسارة للمؤسسة وخسارة للبنان. في المقابل يرى بعض المعلمون أن رواتبهم باتت بلا قيمة فعلية مقارنة مع الغلاء المعيشي وانهيار الليرة اللبنانية، خصوصا أن رواتبهم لم تخضع لأي زيادات في العدد الأكبر من المدارس. المشكلة الأكبر الآن اللي حصل هو ارتفاع يعني أسعار الأكلاف التشغيلية. يعني على سبيل المثال، نحن بالمقارنة مع سنة 2019-2020 الأكلاف التشغيلية بالمعدل العام ارتفعت حوالي 7 مرات، وإن كان طبعا الدولار ارتفع أكثر من 10 مرات يعني بعض الأحيان، بس في أمور ما بتزيد بنفس النسب. فالأكلاف التشغيلية تضاعفت بتقريبا 7 أضعاف، فهي أكلت من موازنات المدرسة والرواتب بطبيعة الحال اللي هي للمعلمين. فنحن أخذنا قرار، هالقرار هو صعب للأمانة، ولكن ما بدنا نكون أي شيء على حساب، يعني ما يكون أي شريحة أن تعتاش على حساب شريحة أخرى. فنحن أخذنا قرار بعدم زيادة الأقساط، كمان عم نحاول نأمن بانتظام بونات للمعلمين وللإدارة القطاع التعليمي من أجل الذهاب والعودة من مكان العمل. في المقلب الآخر، لجأت بعض المدارس إلى آلية جديدة تعتمد على تبادل الكتب بين التلاميذ في المدرسة الواحدة، نظراً لارتفاع أسعار الكتب من جهة ولعدم قدرة الأهالي على دفع التكاليف الباهظة. ارتفاع سعر الدولار صارت يعني ممكن لائحة الكتب تصل تتجاوز 2 مليون ليرة، فشفنا أن هذا شيء ما منطقي نهائياً. وإن كان كتير من دور نشر عم تتجاوب مشكورة وعم ربما عم تتعامل بسعر دولار أقل، بس بالآخر كمان حيكون مبلغ بالملايين يعني مترتب على الأهل. فنحن أخذنا قرار بهذا الموضوع، وكان في تجربة قديمة بهذا الأمر، فأخذنا قرار بموضوع تبديل الكتب المدرسية بشكل أنه الأهل بيسلموا كتبهم وبيستلموا كتب اللي هن بتلزم لهم للعام بعده، مع دفع رسم كتير بسيط اللي هو لإدارة هذا المشروع. ورغم كل المحاولات لتخفيف الأعباء الضخمة، إلا أن شبح التسرب المدرسي في طريقه إلى مختلف المناطق اللبنانية. مهدي فتاح، إبراهيم فتفت، صوت بيروت انترناشونال.